بلسمي داوي جروحي يا أغلى دار. قلبي هو للعماني والكركي والمعاني وبنردد أعز إخواني كلنا واحد إيد بإيد. محبوبي يا ابن البلقة وبعجلون ومحلى الملقة وسنود السمرة بالزرقة عزيمة وقوة حديد. مفرقة والطفيلي والعداوي مية مية جرشي مدباوي أهل الكرم والحمية. نشميوي بالنشمية هم بس الأردنية هم بس الأردنية عزمو إصرار. أعزائي المشاهدين، نلتقي في حلقة جديدة من برنامج هذه بلدنا، ونحن الآن بضيافة المهندس صالح النحاس مدير عام لشركة النحاس للأجنحة الفندقية. بداية أسعد الله أوقاتك. الله يسعدك، يا أهلا وسهلا. أستاذ صالح، بنحب نعرف السادة المشاهدين من هو الأستاذ صالح النحاس ومتى تأسس هذا الفندق؟ بحب أعرف عن نفسي، المهندس صالح منير النحاس القائم بأعمال شركة النحاس للأجنحة الفندقية في الأردن. طبعا تأسس الفندق في عام 2014. أستاذ صالح، حابين ندخل أكثر بالتفاصيل ونعرف السادة المشاهدين ما هي الخدمات اللي بتقدموها؟ الخدمات داخل الفندق؟ داخل الفندق نحن بنقدم خدمة المنامة طبعا. أستاذ صالح، حابين نعرف الشركة على شو قائمة؟ شركة النحاس الأجنحة الفندقية قائمة على عدة أعمال، منها أعمال التطوير العقاري والفنادق الأجنحة الفندقية، ولديها أيضا بعض السكن الطلاب أو سكنات الطلاب. أستاذ صالح، أي شركة أو أي مشروع إلا ما يواجه صعوبات ومشاكل، ما هي الصعوبات والمشاكل اللي تواجهها في العمل؟ والله في الوقت الحالي أكثر صعوبة تواجهنا هي العمالة. قسم السياحة في ضعف كبير بالأعمال التوظيف أو التدريب، هذه كانت أكبر جزء عم يواجهنا من صعوبات. طبعا ايضا في قسم الدعايه بالنسبه للسياحه في مناطق اربد او مناطق الشمال فيها ضعف كبير، وبالعكس عم يعكس على المشاريع القائمه او الفنادق التي تعمل في الشمال. هلا استاذ صالح، كل العمال عندك وافده؟ حاليا عندنا تقريبا نسبه 90% عماله اردنيه، ولكن تنقصها الخبره العمليه او الخبره النظريه يعني معها بنفس الوقت. مهندس صالح، احنا بندعم نعمة الامن والامان الحمد لله، ما هي الكلمة الطيبة التي تود ان تقولها؟ طبعا بنشكر الله اولا، بعد بنشكر جلالة الملك عبد الله الثاني، وبحب وجه كمان الشكر لحرس الحدود والامن العام والقوات المسلحة والشرطة السياحية على الاعمال الكبيرة اللي عم يقوموا فيها في هذه المنطقة. اكيد بنشكرهم، الله يعطيهم العافية يا رب. أستاذ صالح، لو حالفك الحظ قبل جلالة الملك عبد الله، ما هي الكلمة الطيبة اللي تود أن تقولها له؟ أكيد بحب أشكر جلالة الملك عبد الله على استضافتنا كمستثمرين أو كشعوب في هاي المملكة، وطبعا بنحكي له الله يعطيه العافية، ونقدر الجهود العظيمة اللي يقوم فيها في هذه البلد الخيرة، والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان طبعا. آمين يا رب. أستاذ صالح، حابين نعرف السادة المشاهدين أين موقع الفندق؟ يقع فندقنا في إربد، دوار الجامعة مقابل يرموك مول، بجانب العلامة للصرافة. أعزائي المشاهدين، وفي نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم في جزيل الشكر للمهندس صالح منير النحاس على تواصله ودعمه لهذه البرنامج. شكرا جزيلا. عفوا. كنت جالسا على طبق أم قيس وأمامي جبال الجولان المحتلة وجبال صفد المحتلة، وكنت أنظر إلى هذه الطبيعة فكأنها عروس في ليلة زفافها، كانت متبرجة تنظر إلى اليمين والشمال تجد سجادة أعجمية نسجها الخالق سبحانه وتعالى بكل الألوان الطبيعية. فأتت فتاة تلفزيونية مثلكم تسألني ماذا تقول في مثل هذه المناظر يا أستاذ؟ قلت ما يلي، تمنيت أمنية تحت أمنية بالفلاحين منقول يا ريت، ما منقول يا ليت، يا ريت. فقلت يا ريت عندي فوق هالتلة تيني كبيرة ودالية وسلة ومهباش نشمي ينده الخطار
وفنجان صيني يغامز الدلة، ويا ريت عندي من قمح حوران بيدر كبير وأطعم الجيعان، ولو ظل عندي بس خرج بذار إيد الكريم تبارك الغلة، إيد الكريم تبارك الغلة. ويا ريت عندي بير مية وزير، يا ريت عندي بير مية وزير، وطابون صاحي من الصبح بكير، ورغيف صاخن مرمط الختيار، وطرقوع خاثر يشفي العلة، وطرقوع خاثر يشفي العلة. وتسلموا يا شباب. يقولك الشعر نزوة من يحارب راجلا، عدم السلاح مطعنا في مقتلي، أضحى قتيلا في مصارع من هوى، ورد الممات بنصل طرف أكحلي. يا ليت شعري في مفاتن غادتي أضحى سبيلا للزمان الممحلي، النور عندي والكواكب والكرى تأبى التجمع في اليراعي الأعزلي، أجهدت نفسي غير أني لم أجد إلا الشقاء وذكرى تلك الأطلل، تأبى القلوب إذا اجتمعنا تفرقا، تأبى القلوب إذا اجتمعنا تفرقا، فلم الفراق سألت إن لم تسألي، فأجابني طرف يباهي حسنها حصد القلوب بحد ذاك المنجلي. جمع الطغاة الأرض في جبروتها، جمع الطغاة الأرض في جبروتها، ورقيقة ووديعة كالبلبل مذجال شعري في ربوع جمالها، فتكلمت وتكلمت بتمهلي، فعرفت أني قد عشقت بيانها، أسر الفؤاد بحكمة وتعقلي، فلتشهد الأكوان أني عاشق من رأس رأس الرأس حتى الأرجل. نسمع ريتها. دلت عشق طولك سهر يشبه ليالي العرس، كحل عيوني بيك تشفق قمر، منديل ليل وهمس بدمعتي لاقيك، قلبي إلك دلت عشق من يدخل عيونك نعس أسكب وأسقيك، هذا صباحك للعمر ناسي الوقت غفلان، جايب معه ثلج وأرز لبنان، ويمكن شحن هالهيل من عمان، حامل عرمش عراق وبخدة مصر، وليمون يافا يفوح من قام وخطر، ويوما وصل عالشام ما خبر بشر، خايف يصحي الكل يا قليبي زمان، تعبوا تاهوا والتقوا بالشام، والشام مرصد عز من مر الزمن، يمشي بحالة وتدمع الأوطان، لايق عليك التيه بويا، لايق عليك التيه بدوحة قطر، يرتب هموم القلب بجنطة سفر، من هون لا جزر القمر، وانت يا قلبي طاير وما لك خبر، دزيت لك روحي لفوق الغيم، جنبك تمس الكتف مست هيم، وتجننك بالبال من آجي وأمر، لا تاخذ ببالك ولا يهمك أمر، من تعبر ظنون المطار الهين تلقى البحر بحرين، جايب معه كويت وعمان، رياض وموريتان وبوظبي وتطوان، تهلبك يا زين ولفتة من الصومال، وفوق هالسودان كحلة عين، يفرش الأرض بتونس الخضرة، المغرب ووهران تهلي ألف مرة، ضيف برمش عينه كتب سطرين، فوق اليمن وجنة عدن، لي بالعند حر وبرد، لي بالعند حر وبرد، ونسمة نجد شوك وورد، مر وشهد قرب وبعد، يغري ويصد واسمر بعد، ومحلق بجنحين بحرف وذهب، صاغ العرب وما طاح عن حرفين. لك اللغة التشتهين، لك الحبر هذا الذي أرتديه جناحا شفيفا، من الشعر أطويه حبا عليك أخبيك فيه، لك الآن أن تزرعي في دمائي دوالي 20 حبا مضينا، وأرخنني في سواق السنين كتابا يلخص كل المحبين قبلي، إماما لكل محب سيأتي، فضاء
لك الآن أن تقرئيه كما شئت شهدا شهيدا شهيا كرجفة عطر أتتك صباحا على مخمل الياسمين. لك اللغة التشتهين ولي أن أصوغك شعرا كما أشتهيه فأنت فضاء الحبيب ومرآة روحي وأنت نداء الذي أرتجي وأنت القصيدة فيها ألم جراحي وأسرج أوجاع روحي لأعرج من راحتيك إلى سدرة من بهاء إلى حيث أسقى بكأس من النور خمر السماء فأغفو على عتبة الكأس حتى الصباح وحين أفيق أراني على راحتيك شفيف الجناح شفيفا من الشعر يأويك فيه يصوغك حلما كما يشتهيه كتابا لك الآن أن تقرأيه كما تشتهين. شكرا. دقات قلبي على الباب فافتح لخفقان الصديقة أجمل من شعوري غروري وأجمل من شوق عينيك قصتنا العتيقة فمن سوانا من سوانا على حلبة هوانا من سوانا يلعب لعبة القط والفأر يغمس الحب بعسل الثأر يقترب يبتعد يبتعد ويقترب يدعي الحب واللا حب يزور الحقيقة ثم يا حبي القديم نعود ما أضيقه الوجود بعد غياب تعرش الثواني على جسد الدقيقة تتسلق الزمن تورق فوق أغصان الشجن بعد عتاب ينكسر الموج على رغوته على نشوته يتمدد الشيطان على شفته الأنيقة ويتجاهل أحزاني العميقة.